السلام عليكم. لو انا دلوقتي عايز اعمل فيديو اقول له اوكي، فادخل على الفيديو بقول له انا عايز اشيل كل دول، هقول له ريموف اول، وبعد كده هبدأ اخد اول لقطة، وبعد كده هبدأ اخد لقطة كمان، احرك بس ايه مكان الكاميرا واقول له خد لقطة كمان، وبعد كده هقول له خد لي لقطة كمان. واقول له خد لي لقطة كمان بالشكل ده. طيب هقول له بريفيو، فيبدأ يمشي بالشكل دوت. طبعا تقدر تتحكم في الوقت بتاع الفيديو، وتقدر تيجي هنا فيديو وتقول له انا عايز اشوف الفيديو اديت ده، طبعا لما الفيديو ده يقف لما ادوس اسكيب عشان اخرج. لو جيت هنا هتلاقي ان انت تقدر تعمل اون واوف زي ما انت عايز، تمام. ومن هنا تقدر تختار عدد الثواني اللي تعمل فيها، تمام. تقدر تتحكم في الوقت بتاعها قد ايه بالشكل دوت. طيب هقول له ليف، ونبدأ نرجع كده للحاجة بتاعتنا. أقول له أوكي، لما أعمل سيلكت على المسار دوت اهوت بيبدأ يدخلني في الفيديو نفسه بالشكل دوت. تقدر تتحكم بقى في الوقت بتاع الفيديو، تقدر تتحكم في التايم ستامب اللي هيتكتب، فيلد أوف فيو بالشكل دوت. تقدر تغير اللقطة نفسها تتحرك بالشكل دوت. لما تخلص خالص تقول له كونفيرم على اللقطة ديت. ممكن تقول له انا عايز اعمل رندر للفيديو دوت، فيسيفه لك فيديو MP4، هيبدأ يعمل رندر للفيديو ويبدأ يصدره.